مرحبا، اسمي سارة. شكرا لك على مشاهدة هذا الفيديو التعليمي لحقن فوليستم. ستحتاج إلى ما يلي: قلم فوليستم، أكيو خرطوشة فوليستم، إبرة قلم بيدي الصغيرة الدقيقة التي تأتي مع الخرطوشة، مساحات كحولية، شاش معقم، ووعاء مخصص للأدوات الحادة. أمسك قلم فوليستم وقم بإزالة جزء الغطاء الأزرق من القلم وضعه جانباً. لف المقاطع الزرقاء والصفراء لتقوم بفصلهم. أمسك خرطوشة فوليستم AQ وتأكد من أن السائل صاف ولا يدفو فيه شيء. قم بتطهير السدادة المطاطية بمسحة الكحول. الآن أمسك الجزء الأصفر من القلم في يدك ووضع خرطوشة فوليستم AQ في القلم مع إدخال الحافة المعدنية أولاً. خذ الجزء الأزرق من القلم، اجعله متصلاً بالقسم الأصفر تماماً. تأكد من أن الجزء الأسود الأقل سمكاً من القلم يصل إلى داخل الخرطوشة. قبل أن تكمل الباقي، يجب أن تتطابق الأسهم الموجودة في منتصف القلم. اربط الإبرة بقلم فوليستم. طهر طرف نهاية الجزء الأصفر بمسحة من الكحول. يجب استخدام الإبر الدقيقة بيدي مرة واحدة فقط. تأكد من استخدام إبرة نظيفة لكل حقنة. قم بإزالة ورقة الحماية من الإبرة الدقيقة بيدي، وأثناء تركها في الغطاء الواقي قم بلفها بقوة في الطرف الأصفر للقلم. يوجد غطاء خارجي وغطاء داخلي يغطي الإبرة. انزع الغطاء الخارجي بحذر، ثم انزع الغطاء الداخلي، ولكن احتفظ بالغطاء الخارجي حيث ستستخدمه لاحقاً للتخلص من الإبرة. اقلب القلم وثبته في وضع مستقيم. انقر برفق على جانب القلم حتى تصعد أي فقاعات هواء إلى الأعلى. أثناء الاستمرار في تثبيت القلم بشكل عمودي، أدر مقبض الجرعة حتى تسمع نقرة واحدة. اضغط على زر الأخذ حتى ترى قطرة في طرف الإبرة. إذا لزم الأمر، كرر هذه العملية حتى يتم تشكيل قطرة لضمان إعطاء الكمية الصحيحة من الدواء. أدر المقبض حتى تظهر الجرعة المحددة في نافذة القلم. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من خراطيش فوليستم AQ: 300 وحدة دولية، و 600 وحدة دولية، و 900 وحدة دولية، لأية جرعات بين 25 وال 450 وحدة دولية. أدر المقبض إلى الجرعة الصحيحة من الدواء الموصوف. في حالة عدم وجود علامة مقدار الجرعة، لا تحاول إدارة المقبض في الاتجاه المعاكس. بدلا من ذلك، استمر في تدوير أو ضبط مقبض الجرعة حتى يتجاوز المقدار 450، ولا توجد مقاومة على مقبض الجرعة. اضغط على مقبض الجرعة للداخل حتى تسمع صوت تقطقة وتصل إلى موضع البداية. يمكنك الآن ضبط القلم بالجرعة الموصوفة. حالما يتم الوصول إلى الجرعة الدوائية الصحيحة على القلم، فقد حان الوقت لتجهيز مكان الحقن. سيكون موقع الحقن تحت الجلد في المكان الذي حدده طبيبك. المكان الأكثر ملائمة للحقن تحت الجلد هو البطن حول السرة. طهر موقع الحقن بالمنديل الكحولي واتركه حتى يجف. اقرص ثانية من الجلد بين أصابعك عند مكان الحقن. أدخل الإبرة كلها بالكامل واضغط على مقبس الحقن حتى تدخل كل الجرعة المطلوبة من الدواء. انتظر 5 ثواني أثناء وجود الإبرة في الداخل قبل إزالتها. بمجرد إزالة إبرة القلم، اضغط مكان الحقنة بشاش. يمكن وضع ضمادة إذا لزم الأمر. ضع الغطاء الخارجي على الإبرة باستخدام سطح مستوي. ضع الإبرة داخل الغطاء واضغط جيداً حتى لا يقع الغطاء منها. بمجرد إغلاق الإبرة والغطاء بإحكام، قم بفك الإبرة والغطاء الخارجي من القلم. ضع الإبرة في الحاوية المخصصة للأدوات الحادة. في حالة عدم وجود دواء في الخرطوشة، قم بفك القلم عن طريق لف الجزئين الأزرق والأصفر وإزالة الخرطوشة. تخلص من الخرطوشة الفارغة في الحاوية المخصصة للأدوات الحادة. أعد تجميع القلم وضع الغطاء الذي يغطي الجزء الأصفر من القلم. إذا كان هناك دواء متبقي، ضع الغطاء مرة أخرى على القلم وقم بتخزين القلم في الثلاجة. لا تقم بتجميده،
بمجرد فسح الخرطوشة تكون صالحة لمدة 28 يوماً. شكراً على مشاهدة فيديو ميد إيد الخاص بنا.